السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. مبروك لواشر، ان شاء الله تخليكم بالصحه والسلامه والعافيه والسلامه ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نديروا الحلويات دوز اتاي بعجينه واحده، غادي نخرجوا ان شاء الله 5 ديال الشكل للحلوه. الحلوه اللي كتذوب في الفرن لذيذه غزاله بزاف. كيف قلت لكم 5 ديال الشكل ان شاء الله غادي نخرجوا غير بعجينه واحده. يلا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. خصنا غاز البيضات والحراره ديال المطبخ، نص كيس النشا ديال المايزينا، جوج كيسان ديال الزيت زيت نباتية، جوج كيسان ديال السكر كلاصي لو سوكر كلاص، 250 غرام ديال الزبدة. أنا غادي ناخد المارغرين، مبغيتوش ديرو المارغرين تقدر ديرو زبدة عادية، ديرو غير كاس ديال الزيت. و 8 غرام ديال الخميرة، خميرة ديال الحلوة ولا البوتشينيك، و دقيق على حسب. كناخد القصعة ديالي، القصعة ولا الخصرية كيف ما بغيتو. كناخد الزبدة كنضيف عليها السكر كلاصي، نجي كنخلط مزيان مزيان بعضياتهم باش تولي اون كخيم وتولي اون بوماد. صافي الوقت يخلط مزيان، غادي نزيد من بعد الزيت من جوج كيسان، وكنجي حتى هي نخلط مزيان. عشاك اجود لهم انغريزيون اللي كيدير انا في الزوق، نجي نخلط مزيان مزيان من بعد كنزيد شي حاجه اخرى. صافي هنا خليت مزيان كيما قلت لكم، غادي نزيد البيض غادي ندفع عليهم بسكيل ديال النشا. النشا هي اللي غادي تعطيها ديك المولو، غادي تكون الحلوه ديالنا خفيفه. لما عندكمش نشا وعندكم لا كريم باتيسير اون بودر تقدروا ديروها حتى هي، مي صراحه انا كنفضل لا ندير نفسي. كندير الخميره، انا كندير غير نص ساشي، ما عندي ساشي كبير، ندير 15 غرام، وكنضيف بشويه بشويه دقيق لافارين ديالنا. انا خديت كيلو، خديت من الماخ ديال لوكير، من الماخ ديال لوكير اللي وريتكم في الفيديو اللي قبل من هادي، في فيديو فلوغ الكورس. صافي كندير بشوي بشوي حتى وصلت كيلو ديال الدقيق. سا ديبون ديال الزبدة ديالكم، سا ديبون اوسي ديال لاطاي ديال البيض. سي بوغ سا كنقول لكم ديما ديفو بشوية الدقيق حتى توصلو للعجينة، العجينة لي خصني العجينة كيفاش نقول لكم، لما تكون لا تجمع في نفس الوقت تقدر تخدمو بيها وما تكونش قاصحة. صافي غادي بشوية تكمل ان شاء الله الدقيق، احسن تخدموها ديما بالزيت، ما ديروهاش في الغابة باتيسي في العجينة باش تحكمو فيها باش تحسو بيها. لا بغيتو ديرو ساشي ديال الفاني تقدرو، انا مقلتش منديرش، ما غادي نقسم على 5 كل وحدة غادي نعطيها لا بتي توش ديالها لي زيرو دي من بعد.
صافي كنا خياجنا ديالي قسمتها على خمسة ستة كرات. الأولى غادي نضيف عليها ملعقة صغيرة ديال الفلون الفاني ونص كاس ديال فيرميسيل بالشوكولا. غادي ناخد ان ساشي ساكو دو كونجيلاسيون بابيي فيلم المونتير، ان ساشي نديرها لداخل باش ما تكرمش ليا المعجون تاعي. غادي ناخد الكره الثانيه لا دوزيام باس، غادي نضيف عليها اون بيتيت كويار ملعقه صغيره ديال فلان بشوكولا وجوج معالق صغار ديال كاكاو مر كاكاو نو سكري. صافي نبقاو نخدمو ونجربو في شوية باش كلشي يكون بيان ميلانجي، تولي العجينة ديالنا كلها بالشوكولا. كنجي كنديها في الساشي حتى هي، أنا عندي ساشي كبير قلت ندير جوج يتوانسو. كناخد الكرة الثالثة، غادي نضيف عليها الخرطان في الفلفون دافون. أنا من بعد غادي نزيد شي شوية كتر، هنا عندي الفلفون ديالي الخرطان ديالي الصغير، حبة ديالها صغيرة، غادي نزيد شي شوية. هذا كنت خديتو في ليدول وقت اللي مشينا نتخيمو في الصيف حدا لسبان، لقيتو صراحة فغيمون با شير، لقيتو رخيص تخبيت. هذا كومبلي صافي، تا هي غادي نديرها في الساشي. ما عندي التيل ديالي عامل بالزيت و الرابعة هادي لاباط، لا كاترين باط غادي نخليها بحالو ناتشو، غادي نديرها ان شاء الله حلوة ديال ريش بلوند. و لي بقات ليا الخمسة، خديت لي بيسكوي، هي نوع ديال البيسكوي لي عندكم في الدار، طحنتو مزيان، درت لا بودر و درت انا ها لاباط ديالي و العجينة ديالي. صراحة كنت عاطية واحد النكهة زوينة بزاف بزاف لذيذة، أنا كنحماق البيسكوي نزيد البيسكوي في العجينة كتجي زوينة بزاف. صافي كناخدها كنشكلها بحال ان بودان و كندير لا فورم دو اس كيف ما هكا. غير ما ساهلة ساهلة بزاف بزاف. كناخد العجينة ديالي لي مفيها حتى شي حاجة، كندير كرة صغيرة من تبول نهبط عليها جابي دوسو، كنديرها متكتفو خوا. هادي قلت لكم غادي نديرها حلوة تا ريش بوند، كتجي صراحة المنظر ديالها زوين حلو كون جاي ديكور. ديما كنديروها عادية، أنا حنا كنعرفو حنا في الدار كنعرفو حلوة ديال ريش بوند وبلدناش عادية، قلت نبدل شي شوية. العجينة اللي فيها لي فيرميسون او شوكولا غادي نديرها كوم اون دومي لون، لا فورم ديال لي كون دو غازيل كون غازيل. صافي غادا بحال هكا نكمل العجينة ديالي ان شاء الله. ما خصتش شي حاجه غير اللي يدينها، لا طابه لا مرش لا حتى شي حاجه، الا وحده اللي غادي نوريكم اللي غادي تكون ساهله بزاف بزاف الا ما عندكمش المول فريمون. غادي نعطيكم اون بيتي تاستوس اللي غادي تعاونكم بزاف. هادي ديال الشوكولا غادي نديرها بحال لو ديكور ديالها بحال ديال ريش بوند. الصراحه كنت باغي ندير
كراميل داخل، كيبغي نديرها بالشوكولا وكراميل داخل، وما بقيتش ما صحبت باقي عندي الكراميل، ما بقاش عندي، بنتي كانت ناسا ما قدرتش نخرج، وكنت باغي نسالي الحلوة ديالي. مي غادي تشوفوا، غادي ندير ليها واحد الديكور زوين. صافي هذه اللي بقات لينا غادي نديرها في المول ديال ميني تارت، ميني تارتلات. لما عندكمش ليمون اطارت، ديروا ديال السيليكون ولا اللي عندكم ديال الحديد حتى هما. ولما عندكم لما عندكمش في الدار، غادي نوريكم واحد الطريقة صراحة سهلة بزاف وناجحة 100%. تاخدوا لي كيسات كويرتال ديال الحلوة، شفتو هنا دو كويرتال، كتجيو كديرو لاباط العجينة فوق منها، كتعطي بحال ان تي شابو. هنا كنحيد هادو كيبقاو لداخل، كتعطي صراحة واحد المنظر بزاف. لو بغيتي ديرو نعطيكم لي تاستوس دي بلو غروند، اكبر من هاد لا تاي، وعندكم لي مول ديال المفينز ديال الكب كيك، تقدر ديرو تماما لا ميم شوز بحالهم. صافي غادي نبقى حلو، تنكمل العجينة و كطيب عادية بحال حلف المول ديال السيليكون، وباش تحيد فريمون ساهله، كتحيد فاسيلمون، مكتلصق في العجينه ما حتى شي حاجه، دغيا دغيا كتحيد. ريلاكس، صافي دابا العجينه لي بسكوي ديالي طابو. كناخد مقلة، درت لا كونفيتور ديال المشماش، درت جوج ولا ثلاثة معالق كبار، درت لي فخوي كونفي، شتو كتحيد غير دريا كنت نوريكم لي فخوي كونفي، و لي زاموند ديفيلي لوز ايفيلي. كنجي كنسخن هادشي مزيان في النار، وكنجي نعمر لي طارتلات ديالي. كناخد دابا شوكولا لي دوبتو مزيان، درت شي شوية ديال الزيت، زيت نباتية لي دو تورنوسول باش يعطي شوية ديال لابريونس، وكناخد الحلوة ديالي كنديرها لداخل كيما كتشوفو. كنحيد شوية ديال، مبغيتش تكون عامرة بزاف بالشوكولا، تاخدوا لي فورشيت باش تخدموا معاها مزيان. صافي بحال هوك، من بعد غادي نحطهم في بابي كويسون ولا بارسي اللي بغيتو. كناخد شوية ديال الكركاع كنديرو في الماء باش كيطيق مزيان الشوكولا، و تا نشف لي الشوكولا نوار، كناخد شوكولا بلون، وغادي نديرو شي شوية في النور لو بيتي تخي لا بوش. انا خديت غير الساك كونجيلاسيون، قالي الشوكولا غادي نجي نزوق الحلوة ديالي لا فورم ديال اس، وكناخد شوية ديال نوات كوكو ديال الكوك، كندير شوية ديال نوات كوكو تا هي غادي تدخل لها بحال هوك. صراحة انا قسمتها على جوج، غادي نجي نختم دابا الحلوى ديال الريشموند تاع
كناخد لا كونفيتور غادي نسخنها مزيان، غادي نضيف عليها شي شويه ديال مع الزهر، كتعطيتها هي واحد النكهه الصراحه غزاله لذيذه بزاف بزاف كتعجبني. انا خديت لا كونفيتور من عند كارفور، من كارفور ماركت، كناخد ديك لي رخيصه لا ماشير، ما فيهاش لي مورسو، كنلقاها بحال هكا ليكيد. صافي، من بعد كان غادي نديرها في لا نوت كوكو، هادي كلشي كيعرفها وكلشي كيموت عليها الصراحة. عرفتو حتى هنا الكل كيموت عليها، كتسناو راه ما كتسناو راه ندير غير باش ياكلو الحلوة. أو في الوسط غادي ندير شي شوية ديال لا كونفيتور، وهاديك اللي بقات ليا من بعد اللي كتشوفوها لي في صينية في بلاطو اللي فيها لي غامس بالشوكولا غادي نخليها عادية بحال هوك، ديجا كتعطي المنظر ديالها زوين. وحنا سالينا الحلوة ديالنا صراحة سهلة وما خدتش ليا الوقت بزاف. و هاي الفيديو ديال اليوم سالات، كنتمنى تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. نقول لكم السلام عليكم، ما تنسوش ليا لي لايك، ديروا ليا كتبوا ليا لي كومونتير كيعجبوني، ما تنسوش ليا لو بارتاج، بارطاجي مع الاصدقاء ومع العائله ومع الحبايب. او بيان سو ابوني، اجي تشوفوني حتى في انستغرام عند الكونت ديالي، وفي فيسبوك ديروا لي فاميلي بوين يوتيوب تلقاوني ان شاء الله. يلا بالسلام عليكم، الى اللقاء.